صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. الحروب والخطر اكيد عم بيسود على كل المنطقة، والجرائم عم بتزيد لسوء الحظ. بلبنان اليوم بأقل من 15 يوم سمعنا وأعلن عن أكثر من 6 جرائم، ما عدا اللي أكيد ما بنعرف عنها. وأيضا كل أقوال الصحف والأخبار التلفزيونية وعبر الإذاعات مخيفة، العثور على جثة، طعنت حتى الموت وزوجها موقوف، توفيت بعدما أطلق عليها النار في صربة، ضربها حتى الموت، الوحش كان يعمل في مؤسسة تعنى بالأطفال، وإلى آخره. ما هو الجرم وما علاقته بعلم النفس؟ ليه عم تتكاثر اليوم الجرائم بلبنان؟ هل الإنسان بيولد جيد وبعدين أكيد المجتمع بيخليه يصير وحش أو مجرم؟ كلمة وحش ما منحب نقولها ولكن بيستعملوها كتير. واليوم ما هي الحلول لننقذ السلام والأمان بلبنان؟ أسئلة كتيرة رح نلاقي أجوبتها مع ضيوفي القيمين. أهلا فيك. يوم بيئة، فقرة كتاب إديسيون سبيسيال. بحب رحب بالدكتورة جوسلين بونجي. أهلا وسهلا فيكي. فيك. حضرتك دكتور بعلم النفس العيادي وكاتبة أيضا، متخصصة بعلم النفس الجريمة وأستاذة جامعية بالجامعة اللبنانية وجامعة قديس الكاثوليك أيضا سانت اسبري كاثوليك روح القدس. أهلا وسهلا فيكي. اليوم رح نحكي عن الجرائم، خاصة أنك أصدرتي كتاب مهم جدا، لو كور لي ريبريزونتاسيون اي لي بولسيون دو ميرتري كوندني أمور. رح نحكي أكثر بالموضوع. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. عفوا. وبحب أيضا رحب باستديوهات الأم تي في بالدكتور نصري الخازن. أهلا وسهلا فيك. حضرتك دكتور بعلم النفس الاجتماعي وصاحب مكتب دراسات موديوس اللي تعنى بالعلاجات الفردية والجماعية، كمان ثيرابي دو كروب. رح نشوف اليوم الأسباب شوي الاجتماعية لهذا الجرم اللي عم نشوفه عم بيتكاثر، او يمكن كان كل عمره هيك بس اليوم عم نعرف عنه اكثر. رح نشوف هذا الموضوع اكثر. رح ابدا وقبل ما نحضر اول فيديو دكتور بونجي، اليوم اكيد المشاهدين بدهم يعرفوا، لانه اليوم نحن عم نحكي عن الجرم بالطريقه النفسيه وايضا الاجتماعيه. اليوم ما رح نحكي ابدا طريقة يعني المجال القانوني. لسوء الحظ ما بعرف إذا حتى اليوم ممكن نحكي عن الموضوع، ولكن برجع بنحكي فيه غير مرة. شو هي العلاقة بين علم النفس وعلم الجرائم؟ للأسف أنه بلبنان معنا بعد علم الجرائم، إن شاء الله يعني قريباً بيصير فيه بركة. علم النفس بشكل عام هو العلم المتخصص بدراسة تصرف البشر، كيف الناس بيتصرفوا. نعم. علم الجريمة هو علم آخر، بس علم نفس الجريمة هو اختصاص تاني موجود بفرنسا، موجود بكتير من البلدان الأوروبية وبأمريكا، يعنى تحديدا بنفسية الشخص القاتل أو المجرم. نعرف شو أسباب الجريمة، نعرف شو هي الجريمة تحديدا، شو الدوافع لها، كل هدول الاشياء بندرسهم بعلم الجريمه. هل كل مجرم عنده حاله نفسيه بدها تتعالج، او في مجرمين ما عندهم حاله نفسيه، هن طبيعيين ولكن في يعني ظروف ادت الى جريمه؟ يعني ما في ولا جريمه بتصير من دون اسباب نفسيه وغير نفسيه، بس الدافع الاول دائما هو نفسي. يعني فيني انا اختار انه أعمل هالجريمة، أو فيني أختار هالطاقة اللي عندي روحها بطريقة تانية. دونك على طول في النفسي مع الاجتماعي مع أسباب تانية. نعم. على كل حال اليوم بدي أقول لسوء الحظ أنه بلبنان وحسب أكيد مؤسسة نسويات أنه في بالشهر امرأة بتتوفى من وراء العنف الأسري.
يعني 12 امرأة بلبنان بتموت بالسنة من وراء العنف الأسري. يعني اليوم صرنا عم نحكي عن جرم، ما بقى عم نحكي بس عن عنف. وقبل ما أسألك سؤال عن الموضوع، رح نحضر سوا مقتطف من أخبار عن وفاة رولا يعقوب اللي توفت من جراء ضرب زوجة لإلها بعد تعرضها للضرب المبرح من قبل زوجها. تقرير برنا نعم شديد. عندي 5 أولاد وبعدي عم ترضع يا ماما، بعدي عم ترضع يا ماما. قتل ابني الحرامي عمي أزمع القمى، زرقنا جسمه كله، استفرد في. أنا ما كنت هون، كنت ببيروت، ما كنت هون. زي من طول طالع منك يا ماما يا ماما. والدة رولا يعقوب لا تستطيع أن تصدق حتى الساعة أن ابنتها رحلت وبصورة نهائية نتيجة تعرضها للضرب المميت من قبل زوجها. والدة رولا المفجوعة روت أن ابنتها التي تسكن معها هي وزوجها كلام البازي وبناتها الخمس كانت تتعرض أحيانا كثيرة للضرب على يد زوجها، وعندما كانت تحاول أن تتدخل كانت رولا تردعها وتقول الله يخليكي لا تتدخلي. يعني مشاهد مؤلمة جدا عم تتكرر. بتمنى اليوم من منبر إديسيون سبيسيال أنه يكروا هالمشروع القانوني ضد العنف الأسري. اليوم ما بقى عم نحكي عن ضرب، عم نحكي عن جرم. شو اللي بيودي، ما هي أسباب التصرف الجرمي، وكيف بيودي العنف إلى الجرم؟ لأنه إله قد إيه، إله سنوات بيضرب على مرته، بس اليوم شو اللي وصله إنه يقتلها؟ هلا أكيد في أسباب كتير قديمة، يعني ما في ولا جريمة بتصير هيك فجأة إلا بأحوال كتير كتير ضئيلة. يعني الجريمة بتبلش أو ببلش إذا بدك مسبباتها مع تبليش كيف أنا بجير إذا بدك هالطاقة اللي عندي من خلال التربية من الأساس. وقتها منربي الولد بطريقة ما فيها سلطة من ناحية، يعني السلطة بتكون نوعا ما غايبة، أو منربي الولد بطريقة أنه بيكون كل شيء مسموح له، فإذا بمطرح هو هالطاقة اللي عنده إياها ما بيعرف يستعملها وما بيعرف يحط فران. لمن هو بيربى على هيدا الشيء بيجي وقت من الأوقات بيخلص، يعني عنده بمحل بيوصل على تقاطع، ما عنده حدود، يعني ما بقى عنده حدا، ما حدا بتربيته حط له حدود لهيدا العنف الموجود يمكن بكل انسان. صح صحيح، هو العنف موجود فيه، موجود فيك، موجود باي انسان، ولكن كيف نحن بنستعمل هالعنف او كيف نحن من دايره. نعم. هذه الفرق، يعني بين انه واحد عنده عنف وبيقتل، واحد عنده عنف وما بيقتل. القاتل هو الشخص اللي بيعمل هالباساج الاكت. يعني اليوم في كثير ناس عنيفه بس ما بتقطع، يعني ما بتصير مجرمه. صحيح. ولكن شو اللي يعني شو الدافع اليوم اللي عم نعطي اكزامبل اللي زوجها لرولا اللي له فتره بيضربها ولكن اليوم وصل انه قتلها، هل هو لانه هالفترة الطويلة ما حدا نتدخل، ما كان في قانون، من ردع؟ صحيح، صح. من ردع، وبعدين هي كانت عم تسمح له بمحل. يعني الضحية والشخص القاتل هني نوعا ما باللاوعي تبعهم كأنه في صلة معينة. هذه الصلة هي بتسمح له يكفي هذا الشيء، ليكفي هالعنف، يكفي في شيء من المازوشيسم. ما في شك، لأنه اليوم اللي بيربطهم هو كان قصة حب وزواج. وفينا نقول أنه رولا تركت وراها 5 بنات، وبيقولوا انه في 2 منهم عم بينضربوا بعده لانه الزوج توقف ولكن رجع ظهر، وهيدا الشيء اسباب نحن ما بنتدخل اليوم، مش رح نتدخل فيها. ايضا بحب انتقل يعني لدكتور الخازن. اليوم حضرتك نعرف انك يعني اختصاصك هو علم النفس الاجتماعي. في قول بيقول معروف جدا وبتابع شوي شو قال الفيلسوف والكاتب الفرنسي جان جاك روسو، انه نو سوم توس ني بون، نو نو سوم با ني كريمينيل، نو لو دوفونو. يعني اليوم الانسان، كل انسان بيخلق منيح وطيب، ما بيخلق مجرم، بيصير مجرم. شو رايك؟
الشغلة واضحة. إذا كان إذا بتبيننا فرق صغير كتير مهم. طبيعة الإنسانية في عدوانية. نعم. مش عنف. أغريسيفيتي يعني أكثر. نعم. نعم. العدوانية ضرورية للحياة. يعني إذا أنا ما بقبل إنه أقتل أرنب ما فيي أكل. إذا ما بقبل أقتل ربة دجاجة وأكلها كمان ما فيي أعيش. إذا ما بقطف ثمرة، إذا ما بقطش شجرة، إذا ما باخد أكل غيري. يعني هيدا انستان دو سيرفي. يعني هيدا كيف واحد بده يعيش، بده ياكل، بده يقتل تياكل. هي العدوانية كمان تجاه الأشياء وتجاه المنافسة. يعني إذا كان أنا عايز شيء وغيري عم بينافسني عليه، أو إذا كان ما بيكفي لاثنين، إذا كان اثنيناتنا أو ثلاثة أو أربعة كانوا عم يتقسموا، كمان بصير في هون العدوانية يعني بتتحول لعنف. ليش؟ لأنه بكون أنا عم دافع، يعني عم باخد موقف نفسي للدفاع عن حاجاتي الأساسية. من هون الظروف هي اللي بتخلق تحول العدوانية لعنف. وهيدي الظروف بتصير كتير، خاصة وقت اللي يكون الحاجات الأولية منا ملبية. هلأ تنرجع جان جاك روسو. جان جاك روسو أخذ الهوم بريميتيف بمحيط بطبيعة غنية متكاملة، الناس كانوا أعدادهم قليلة. نعم. والطبيعة والطبيعة عم تخدمهم. ما كان في عندهم ولا سبب. ليش؟ لأنه حاجاتهم الأولية مأمنة. إذن ما في ولا سبب إنه هالعدوانية اللي موجودة تيأمنوا حياتهم ما كانت مضبوطة، ما كانت مضغوطة. نعم. وما كانت ما حدا عم بيسألها، ما حدا عم بيستفزها. نعم. هي كانت عم تحكي صديق عن أكيد الأسباب، خاصة التربوية، يعني إنه اليوم التربية كتير مهمة. بس أي كنت حابة إنه نشوف إذا رير التربية كمان نشوف في رير أسباب. أقول هو وقت اللي واحد بيكون حاجاته الأولية هيك سهلة ومأمنت له، المشكلة إنه ما بيقعد عنده حوافز كمان، لأنه الحوافز يلي بتدفع للجريمة مثل ما كانت عم بتقول جوسلين، إنه هي كمان يلي بتأدي كمان للأعمال الإيجابية. يعني هيدي الطاقة. نعم. إذا أنا موتها وعطيت هالشخص اكتفاء زايد كتير، هيدا اللي بسموه الغنج عنا. إذا كتير غنشت الولد بركي بصير ما يطلع منه شيء. ليش؟ لأنه ما بقعد عنده حافز إنه يتطور يتغير، يمرق على محلات بدها شوية جهد، بدها شوية ضغط على حاله مشان تقدر يوصل له. ما بود قادر يقوم بهالجهد. اذا منا يعني اذا حكينا عن لبون سوفاج، يعني هذا اللي كان جان جاك روسو عم بيحكي عنه، هيدا اكيد منه عدواني، بس اكيد كمان منه متطور. بقى هون المشكله، انه وقت اللي انا بدي اسمح لهالعدوانيه انه تروح باتجاه او اخر، بدي اخلق لها قنوات. مين بيخلق لها قنوات؟ المؤسسات يلي هي بتقول له جهدك بدك تحطه هون، مثل المدارس، مثل يعني مش بس المدارس، مثل المؤسسات المنتجة، مثل المؤسسات يلي أو الأعمال يلي بتقيمك، يعني الفن، يعني الغناء، يعني الصيد، يعني يعني كل الأمور، يعني كل الأمور يلي بترجع على نفسية الإنسان. لا لا. على 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 شغله، على حاله. لا، يلي بتخدم المجتمع. يعني بتخدم المجتمع. هاي المشكلة. المشكلة إنه عم بيقولوا له لك حق تفلت هالقدرات اللي عندك بهالاتجاهات اللي نحن محددين لك اياها. والاهل من هيك في قانون، يعني من هيك في حدود، والاهل بيجوا بينقلوا على طريقتهم. هالشروط للولاد وبيربون عليها. هل اولا في تباين بين ما ينقله الاهل، لانه كل واحد بيترجم على ذوقه ومثل ما هو فهم وكيف تربى ايضا. هي من هون تخلق تباين بين الناس، بتقدر تخلق كمان تصارع بيناتهم، لانه بصير عندهم مراجع مختلفه. نعم. انا حابه نحضر فيديو كمان اليوم عن وفاه فتاه عمرها 22 سنه. بدنا نقول انه رولا كان عمرها بس كمان 31 سنه. عم نشوف يعني صغار بالعمر، عمرها 22 سنه، انقتلت بظهرها، تقوصت بظهرها. يمكن يكون ان كريم باسيونيل مثل عم بيقولوا او غير اسباب. ورح نحضر سوا ونرجع نعلق على الموضوع.
واستهدفت امرأة عن عمر يناهز 22. للاطلاع على ملابسات الحادثة تنضم إلينا مباشرة من صربة الزميلة جويس عيئي. جويس، مساء الخير، ماذا في تفاصيل الحادث؟ نعم ديانا، يعني نحن انتقلنا من صربة من منزل الضحية إلى أمام مستشفى سيدة لبنان في جوني. نادين سمارة زهران البالغة من العمر 22 عاما كانت ضحية لإطلاق نار في منطقة صربة وتحديدا عين بزيل، حيث كانت تزور والدتها، وبحسب ما علمت الام تي في كانت تهم بالصعود إلى سيارتها عندما تعرضت لإطلاق نار. هذا الإطلاق النار دخل من كتفها الأيسر باتجاه القلب وقد فرقت الحياة على الفور. نادين هي والدة لطفل لم يتعدى عمره السنة ونصف، وأيضا زوجها يدعى منصور زهران وهو يتم التحقيق معه حاليا بطبيعة الحال في أحد مخافر المنطقة بحسب ما علمت. يعني عم نشوف وقائع وصارت مش من زمان، وبالتالي شو اللي بيأدي، وهذا سؤال لكم اثنينكم، رح ابدا معك دكتور بونجي، شو اللي بيأدي الى تفشي الجرائم اذا فينا نقول، لانه عم نشوفهم عم بيتكاتروا بوقت صغير، وهل في حل لهالامور ايضا؟ إيه اكيد، مثل ما قلنا انه الاسباب هي بتخلينا نشوف اكثر كيف نحن بنروح صوب الحل. لمن بيكتر الفقر، لمن بيكتر الحرب، لمن بيكتروا النزاعات بالمجتمع، كلهم هيدول شغلات بيخلوا الإنسان ينبش على حلول. لمن ما بيلاقي حل بيصطدم بواقع معين، أوقات هالواقع بيكون كتير أليم بيروح على الجريمة. فالحلول هي العكس إذا بدك، كيف نحن بدنا نسعى لمجتمع فيه السلام، ما في شك، وأمان. كيف نحن بدنا نسعى للأمان، كيف نحن بدنا نكون بسوليداريتي مع بعضنا تنحسس تضامن. إنه فوالا، كيف هالمجتمع كيف هو بده يقوم، لأنه هلا أكثر وأكثر نحن عم ننتقل من مجتمع قبلي إلى نوعا ما إلى مجتمع فيه الفرد هو عم بيروح ياخذ حريته أكثر. فالفرد لحاله هيك بنقلة وحدة ما بيقدر يعمل هالنقلة، بده نتفة ونتفة مرافقة معينة. مشان هيك أنا بدعي هلأ كل الناس اللي هني إدوكاتور، اللي هني بيشتغلوا بالمجال الاجتماعي والتربوي، الأهل حتى، إذا هني بيحسوا أنه بدهم مساعدة، إذا هني بيحسوا أنه بمطارح ما عم يعرفوا كيف هالنقلة بدها تصير من جيل لجيل من ناس لناس، بيستشيروا أخصائي، كتير مهم هيدا الشيء، فنحن موجودين لهيدا الشيء. ما في شك، ومعرف أنه ما بدأت قلت أنه تخصص بالجرم مش موجود بلبنان، حضرتك متخصصة بفرنسا، وعندك كتاب اسمه Le corps, les représentations et les pulsions du meurtrier condamné à mort. حضرتك يعني رحت عملت دراسة مع سجناء سجن رومية تقريبا 29 سجين، وهن كلهم مجرمين معدمين. صحيح. كتير سريعا قبل ما انتقل لدكتور الخازن، كيف كان هالتعاون؟ اختبار منه عادي، فيني اقول انه اختبار كتير قوي. تعاون السجناء، هلا يمكن بعد لحديت هلا ما قلت لهم ميرسي، وهيدي مناسبه بشكرك عليها تقول لهم ميرسي، لانه بالفعل هن كتير تعاونوا معي وعاوزين يمكن حدا يتسمع لهم، حدا يسمع، لانه هن لمن ارتكبوا الجريمه ارتكبوها لان ما في حدا يسمع. نحن بنعرف بالجريمه انه في انسان بيفكر بالاول، بعدين بيعبر، بعدين بينتقل للفعل. فهن اشخاص عم يغلوا من جوا وعم ينقلوا دغري على من الانفعال للفعل، ما عم بيعبروا، يعني ما عم بيكون فيها المساحه بين الاثنين. مشان هيك عم بيكون ثلاث ارباع هالاشخاص الجريمة تبعيتهم هيك فيها انفعالات كتير قوية. نعم، على كل حال ما بنحسد حدا، خاصة نحن بواقع حرب بمنطقة كلها حرب أيضا اليوم. حنرجع لدكتور الخازن، اليوم مثل ما سألت أنه شو الحلول وليه عم بيتفشى، وخاصة أنه اليوم حضرتك مثل ما قلت لي أنه العالم العربي كله صار بصراعات وحروب، وهذا شيء يمكن بيساعد أكثر أنه يتفشي الجرائم بلبنان والمنطقة. خبرنا عن الموضوع أكثر، وحكينا كمان عن وسائل الإعلام اليوم قدي بيلعبوا دور بنقل هذه الحالة الجرائم الجماعية إذا فينا نحكي عن الموضوع. يعني إذا إن شاء الله يكون المشاهدين بعدهم تابعين
الشقفة الأولى اللي حكيت فيها، لأنه وصلت على إذا بديك الارتباطات والمراجع المتباينة كانت. نعم. أنه بصير عندهم الناس مراجع بتبعدهم، وسوزرلاند بيعتبر أنه هيدي شروط نشوء أو تطور الجريمة، وقت يكون في عدة مراجع وعدة منابع الناس تستوحي منها تحدد شو هي الجريمة، شو هو المسموح وشو هو المش مسموح. يعني الجريمة هي تحديد اجتماعي. نعم. بس بالداخل بيقدر واحد يكون عم بيعمل شيء هو مقتنع فيه انه بطولة، والنظام او القانون يقول عنه جريمة، والعكس بالعكس بيقدر يكون عم بيعمل جريمة ويقولوا له عم تعمل بطولة. اذا في مشكلة لتحديد الجريمة، لانه القضايا يعني نسبية، فينا نقول انه في شيء نسبة يعني سيغولاتيف. نعم. يعني بس هيدا الشيء يعني خطر، يعني لأنه في مراجع معينة، وبدون ما ندخل بالتفاصيل، بس تعتبر انه تهذيب المرأة هو من حقوق الرجل موجودة. نعم. وما في لزوم انه نوضحها. نعم. بس ولكن تربت هي مثل ما تربى هو بعائلة، هو بيقدر يعني يفهمها على ذوقه. ايه؟ هو بيقدر يفهمها على ذوقه. نعم. ووقت اللي المرأة بحالة، لانه النساء اللبنانيات كانت نسبيا دائما رائده في طريق التحرر، بتقدر تكون هي عم بتقاوم هيك حق مكتسب بيعتبره. هلا مش مهم وين صارت ومين، بس هو بيقدر يفهمها انه هي عم تتحدى وعم تحد عم تتحدى حقوقه. باطار هذا التحدي تمرق نسبة العنف بشكل أنه بتأدي للوفاة، بس مش ضروري يكون هو يريد يقتلها، لأنه هو كمان بيعرف مثل ما كانت عم تقول أنه هيدي إلى نتائج رح بتضره وبتضر مستقبله. نعم. بس ما عاد على المستوى. نعم. من التفكير. بس اليوم هل هو لأنه في يعني تقريبا القانون اليوم بلبنان أو له زمان، يعني ما عاد صار في إعادة نظر فيه مع أنه تطور المجتمع، أو لأنه تقريبا ما حدا كتير عم بيكون عم بياخد حقه؟ يعني المجرم مش دايما، يعني في مجرمين مش عم بيكون يعني مصيرهم مثل ما لازم، وفي ناس أنجع عاملة شيء بيعتبروها مجرمة. هيدا كمان بقوي، وخاصة أنه لأنه عم بيدهمنا الوقت، هيدا بدي سؤالي أنه اليوم وقت عم بيشوف هيدا اللبناني أنه والله عم بيصير عم بيموت 300 و400 ألف بالشهر بالمناطق اللي حدنا، ما ليه إذا قتلت لي واحد أنا أو وحدة أو مرتي بمون؟ يعني هيدا شيء مرعب. هيدي تشامبلز حكي عنها نظرية التصنيف. يعني إذا كان الناس عم بيشوف الناس اللي هن مراجع لإله عم بيدافعوا، هو عم بيشوف صور شنيعة. نعم. عم بيشوف وقائع شنيعة، وبيجي ناس هو بيعتبر فيهم أنه هن مراجع عم بيقولوا له أنه إيه هودي معهم حق يتصرفوا هيك، إن كان من هالجهة أو هالجهة. نحن هون ما عم نحكي سياسي، نحن عم نحكي عن تبرير التصرفات اللي عم تجي سياسيا تقول له إيه معلش إذا كان في سبيل ما بعرف شو قتل 20 شخص أو مات 13 ولد أو انجرحت 13 مرة أو كل هول قضايا، إيه معلش شي، لأنه في قضية بتبرر هالقضايا. بقى هو وقت يحس حاله أنه هو على مستوى عنده قضية معينة بيقدر بيفلت حاله على العنف بشكل أنه ما بيعود ضابط تصرفه، وبيصير منبرر تصرفه، لأنه هو شو عم بيعمل؟ هو عم بيهذب شخص، مش عم بيهبط مدينة على روس سكانة. نعم. إذن بيصير هو المراجع تبعه ضايعة. نعم. والضبط القديم اللي. نعم. كان هو مآمن فيه بيتخطى، وطالما ما عاد في ضبط هالنزوات هيدي ما فيها تتعلم إلا من خلال تجربة، وأوقات تجربة بتبقى مميتة. نعم. يعني وقت التجارب ما تكون مميتة. نعم. أكيد بتقوينا بتوعينا. نعم. لأنه ومنطلع منها، بس إذا صح. كان صارت مميتة. نعم. بتصير هالدينة. ما في شك، على كل حال نحن بنشوف انه نسبة الجرائم ايضا عالية جدا بالمجتمعات المتطورة مثل باوروبا وامريكا، يعني مش بس بمناطق مثل مناطقنا ايضا. على كل حال دكتور جوسلين بونجي، شكرا لوجودك. انا برجع بستضيفك بكتاب لكتابك لنحكي عنه لانه مميز جدا. اهلا وسهلا فيك دكتور نسري الخازن، ما بنشبع من هذا الحديث، اكيد نرجع نطور حلقات غيرها عن الجرم، بلكي كمان من الناحية القانونية ايضا مش بس الاجتماعية. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام، الحياة هي نعمة من الله، ما فينا أبدا نحن نقرر أنه نقتل إنسان. الله يعطينا السلام.
السلام والأمان بهذا الوطن. أنا بقول لكم بون ويكاند وعيد سعيد أيضا على الجميع، وبشوفكم نهار الثلاثاء بكتاب.